وسط القرى والبلدات المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية، تحط حملة زيد العطاء الإنسانية للتخفيف عن المتضررين في السودان مستشفى ميداني متنقل بكامل تجهيزاته، يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية لكبار السن والنساء والأطفال في حملة إنسانية ستغطي مناطق السودان المتضررة كافة. مستشفى الإمارات السوداني الميداني التطوعي ظل لسنوات يقدم الخدمة في السودان لأغلب المناطق المحتاجة، وطاف أغلب ولايات السودان، يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والأدوية المجانية والتوعية الصحية، بالإضافة لبرنامج الاستشارات عن بعد مع أطباء مستشارين أخصائيين من الإمارات. لا تشيل الهم، شعار تجسده على أرض الواقع زايد العطاء ومجموعة منظمات تطوعية مدعومة بكادر طبي. المتطوعون فيها لم يستمروا بالعطاء لولا دعم دولة الإمارات الكامل لهم في نموذج مميز للعمل الإنساني الطبي التطوعي. الترتيبات والتجهيزات اللوجستية الكاملة والمكتملة التي تم توفيرها من دولة الإمارات الشقيقة هي ساعدتني أنا خصيصا والكادر المصاحب لي في توفير خدمة ممتازة تصل لكل فئات المجتمع من أطفال ونساء وكبار. توفير العلاج للأسر المنكوبة مبادرة إنسانية تعيد بعضا من الأمل بغد أفضل إلى المتضررين هنا من الفيضانات. أي إنسان لقى عناية كافية، لقى العلاج اللي هو محتاج له، دكاترة ما شاء الله متميزين، يعني أخلاقهم عالية، روحهم طيبة. الدكاترة ديل يعني حتى المريض بيقول لك أنا جيت زمني مع الدكتور. هذا المستشفى مستشفى متكامل بجميع الخدمات الطبية، وقدم خدمات لسكان المنطقة المنكوبين ولسكان المناطق المجاورة، عندما سمعوا به جاءوا والمستشفى قدم لهم الخدمات الطبية المتكاملة. المبادرات الإنسانية الإماراتية المتواصلة في السودان والتي تحرص على تقديم المساعدات إلى مستحقها أزاحت الهم عن كاهل الأسر الفقيرة وعدد الثقة في قيمة العمل التطوعي. ظلت حملة زيد العطاء الإنسانية تجوب القرى والحواضر، تقدم خدماتها المميزة التي تلامس حاجة الناس في وقت الحاجة الحقيقي بعد موجة الخراب التي خلفتها السيول والفيضانات في السودان. سامي الشناوي، تلفزيون دبي، من مدينة شندي شمالي وسط السودان.